هل تصدقون أن هذا الكائن اللطيف هو أحد وسائل ما يعرف بالدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة في عالم السياسة؟ إليكم قصتها. خطفت مولودة نادرة لحيوان الهيبو أو فرس النهر المتقزم قلوب الآسيويين قبل أن تتسرب أخبارها لباقي العالم. هذه المولودة الأنثى تدعى مودينغ، بلغت في شهر سبتمبر 2024 عمر الشهرين فقط، لكنها استطاعت أن تجذب لتايلاند ملايين المتابعين، واعتبرتها مجلة تايم الأمريكية مكوناً جديداً يضاف لتأثير تايلاند الثقافي وقوتها الناعمة خارج حدود بلادها، والذي يشمل طعامها والسياحة والأزياء المميزة. فالقوة الناعمة حسب الأكاديمي جوزيف ناي مصطلح يصف قدرة الدول على الجذب والتأثير دون استخدام القوة، وذلك بعدة وسائل أهمها الثقافة التي يزيد تأثيرها كلما تمكنت الدول من نشر أدوات الجاذبية. فتبادل الأفكار والمعلومات وكافة الأمور الرمزية ومنها هذا الحيوان اللطيف هو وسيلة من وسائل الدبلوماسية الثقافية، والتي تضمن بقاء تأثير أي دولة أكثر من الهيمنة العسكرية أو الاقتصادية. عودة إلى مودينغ، فهي تعيش في حديقة حيوان تشاو تشيو بولاية تشامبوري بتايلاند، وتحولت من حيوان نادر إلى هوس رقمي حسب وصف تقرير تايم، ورمزا لقوة تايلاند الناعمة، وأيضا حالة تستحق التأمل لقوة السوشيال ميديا في عصرنا. فبحسب المجلة تضاعف عدد زوار الحديقة منذ نشر فيديو لدينغ وهي تقفز بعد أيام من ولادتها. بعدها تم إنشاء نواد أونلاين تجمع المعجبين بها، وحسابات على السوشيال ميديا لمتابعة آخر أخبارها ومراحل نموها. ثم قررت الحديقة فتح قناة لايف ستريم تتابع دينغ طوال اليوم حتى لا يفوت معجبوها أي حركة من حركاتها، وأصبحت نجمة لا تقل عن المشاهير متجاوزة الإنترنت. فحديقة الحيوان التايلاندية تخطط لإنتاج خط مشتريات دينغ، أعلنت عنها على فيسبوك، وتشمل صورتها مطبوعة على قمصان وبناطيل، وكأن دينغ تحولت لترجمة حرفية لكلام ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، الذي قال إن التزاوج بين التكنولوجيا والفنون والإنسانيات هو ما جعل قلب أبل يغني، لأنه اعتقد أن التكنولوجيا لا تتقدم بواسطة علوم الحاسوب، وإنما من خلال تواصل هذه التقنيات بالعلوم الإنسانية والفنون. لكن كل هذا كان له ثمن ووجه آخر سلبي، فبعض زوار دينغ تصرفوا معها تصرفات غير لائقة، وحاولوا أكثر من مرة رشها بالماء وهي نائمة لإيقاظها عمدا، علها تقفز أمامهم فيصورونها وينشرون فيديوهاتها. هذه التصرفات سببت إزعاجاً للقائمين على رعاية دينغ، فقال مدير الحديقة نارونغو تشود تشوي لوسيلة إعلام عالمية: علينا توفير الحماية لهذه الحيوانات وضمان نشأتها في بيئة آمنة. وتعتبر شعبية دينغ أكبر دعاية للتوعية بخطر انقراض هذه الفصيلة من حيوان الهيبو، إذ لم يبقى منها سوى 2000 في بيئتها الطبيعية. أشهرها دينغ التي وصفها أحد المعلقين على منصة إكس بالأنثى الأجمل في العالم.